لو انت يوجي او بتحب اليوجا او بتفكر تلعب يوجا، فالنهارده الفقره دي معموله عشانك. العالم كله بيحتفل النهارده باليوم العالمي لرياضه اليوجا، واحده من رياضيات والالعاب اللي بتساعد على تحسين المزاج وبتحقق صفاء الذهن وبتخفف كمان من لو عندك قلق او توتر. ده يمكن خلانا النهارده في صباح الخير يا مصر نتعرف اكتر عن الرياضه دي، على فوائد اليوجا، بتعمل ايه، ايه الفرق بينها وبين البيلاتيس. اسئله كثيره قوي عايزين يعني نفهمها او تجاوب لنا عليها ضيفتنا، وتقول لنا المعادله النفسيه اللي بتحققها اليوجا ايه هي. عارفه يا بسنت، اليوجا من اقدم الرياضات في العالم كله، عمرها 5000 سنة. هي رياضة عقلية بتخليك كده ازاي تغير نظرتك للعالم اللي حواليك، ازاي تعيش بروح صافية وهادية، تتصالح مع العالم اللي حواليك. كتير جدا ما يعرفش أسرار عن اليوجا، هنعرف أكتر النهاردة مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، الأستاذة هدى السروجي، مدربة ومعلمة اليوجا. صباح الخير عليك. صباح النور. النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي لليوجا، عايزين نعرف كده معاكي من البداية، رياضة اليوجا كنت قبل الهواء بتقول لنا هي رياضة عقلية بتهتم بالعقل والذهن أكتر ما بتهتم بالجسم. دي حقيقة. بدايتها كانت إزاي وأهميتها في حياتنا؟ اليوجا بدأت من أقدم الرياضات زي ما أنت قلت في العالم، بدأت من 5000 سنة. وهتلاقي رياضات كتير مستوحاة منها، زي البيلاتس مثلا، زي ما قلنا، زي ما جه جوزيف بيلاتس استوحى من اليوجا بعض الوضعيات، استوحى منها ربط النفس بالحركة، ان انا مش بس بتحرك، لا ده انا بتنفس صح. وخلي بالك انه في الايام اللي احنا فيها دي في عالمنا المعاصر، نسبة كبيرة من الناس بتتنفس غلط. اليوجا جاية تعلم الناس ازاي اتنفس صح واكون حاضر في اللحظة اللي انا فيها. ساعات في ناس كتير بنقول لهم خد شهيق فتلاقيه بيدخل بطنه جوه، اعمل زفير العكس، ده معناه انه هو بيتنفس غلط، حجاب الحاجز بتاعه مش مظبوط. اليوجا بتظبط ده، بتخليه واعي وحاضر. ليه بنقول عليها رياضة عقلية؟ لأنها بتشتغل على الوعي، على الحضور الذهني في اللحظة اللي احنا فيها. كل الناس، أنا منهم، كل الناس يا إما ندمانين على اللي فات، يا إما قلقانين من اللي جاي، وده بيخلينا بنفوت اللحظة اللي احنا فيها، ما بنعيشهاش بالظبط، بتفوتنا. وممكن اللحظة دي تكون أحلى من إنها تفوتك، وانت فوتها لانك قلقان من حاجه انت ما تعرفش اذا كانت هي جايه ولا مش جايه، او ندمان على حاجه انتهت وخلصت. فاليوجا جايه تنمي وعينا تجاه اللحظه. تفرق معاك في ايه؟ تفرق معاك. معظم الناس اللي بيعانوا من الانكزايتي او القلق، قلقين من ايه؟ من اللي جاي. صحيح. بس لو اتعلموا يتنفسوا صح ويكونوا حاضرين في اللحظه اللي هم فيها، انا عايزه اقول لك انها بتفرق معاهم كتير. مش بس يتنفسوا صح، ده ممكن ما يصابوش بأمراض هم كانوا مرشحين ان هم يصابوا بيها لأسباب جينية. كل واحد مننا جاي في الصفات الجينية بتاعته في أمراض هو جايبها معاه. طيب إذا الشخص ده اشتغل على نفسه، حضر في اللحظة اللي هو فيها، اتنفس صح، وعمل، يعني إيه يوجا؟ يوجا مش يعني وضعية بعملها بجسمي. يوجا يعني أكون موجود في اللحظة اللي أنا فيها، متوافق مع ذهني، متوافق مع جسمي، مش ندمان على اللي فات، مش قلقان من اللي جاي. ده هو اليوجا. طيب انا قبل بس ما ادخل معاكي في صعوبتها والفلكسبيليتي والحاجات دي كلها، انا عايزه اتكلم معاكي عنك انت، لان انا ملاحظه انه انت من هدوئك هديتي رتمنا بجد والله، يا هديتي الريتم بتاعنا واحنا بنتكلم معاكي، واديتينا كده انرجي هدوء حلوه قوي. فعايزه اعرف منك غيرت ايه فيكي انت، يعني ابتديتيها امتى وغيرت ايه في شخصيتك؟ أنا علاقتي باليوجا بدأت من 7 سنين. أول مرة دخلت كلاس يوجا كان من 7 سنين. مش من زمان قوي يعني؟ لا. كان عندي إصابة في عمود الفقري، فالدكتورة رشحت لي إن أنا ما ينفعش أروح الجيم وأشيل أوزان، الأحسن إن أنت تشتغلي في اتجاه الفلكسبيليتي لجسمك، اشتغلي بيلاتس، يوجا، فلكسبيليتي كلاسز، دول احضريهم. حضرت الأول دول، وبعدين لما حضرت اليوجا لقيت مستوى تاني خالص من الوعي، لقيت لا الموضوع أعمق بكتير من أي كلاس تاني أنا حضرته. ففضلت أحضر الكلاسز دي كتير لحد ما سبت الجيم وبقيت أتنقل من استوديو لاستوديو، لحد ما في يوم قلت لهم هو أنتوا بتتعلموا الكلام ده فين؟ فروحت اتعلمته وبقيت سافرتي بقى بره، لانه بيتعلموا دايما بحس في تايلاند والحاجات دي، ولا انت لا يعني؟ اتعلمت هنا في مصر في مدرسه بتيجي بتجيبها استاذتي سندريلا
سندريلا عبد المطلب، هي بتجيب المدرسة دي من الهند كل سنة في ميعاد معين في مصر، فعرفت الميعاد ودخلت المدرسة دي ودرست فيها، وما زلت بدرس لحد دلوقتي، يعني بدرس دلوقتي مع معهد في الهند عن اليوجا العلاجية، ازاي ممكن نعالج أمراض مزمنة الناس كانوا متخيلين انها مش ممكن تتعالج الا عن طريق الادويه او الا عن طريق ممكن نعالجها باليوجا. عايزين نتكلم على دي، بس انت قلتي من شويه كلام مهم جدا، فكره ان احنا محتاجين اليوجا دلوقتي في الزمن ده، زمن فيه ضغوط ماديه، ضغوط صعبه جدا، زمن فيه حروب، فاحنا محتاجين لحظه صفاء كده ذهني ولحظه استقرار وسلام. اي حد بيسمعنا دلوقتي ممكن يمارس اليوجا في بيته؟ ممكن يعني يحاول يعمل التدريبات العقليه والذهنيه دي، ولا لازم يدرس ويشوف التمارين معموله ازاي؟ هل اليوجا فن او رياضه متاحه للجميع؟ اي حد ممكن يتعلمها ويعملها عشان يصل للحظه اللي حضرتك بتقولي عليها دي، لحظه الامن والسلام الداخلي. دي احلى حاجه ان اليوجا جايه لكل الناس، اليوجا ما بتصنفكش. ده جميل. هي مش بتشوفك انت راجل ولا ست، انت طفل ولا كبير، انت فوق السبعين ولا انت لسه عندك 5-6 سنين. اليوجا انت ايا كانت حالتك الذهنيه والجسديه ممكن تمارس اليوجا، هتلاقي اللي يناسبك فيها، انت هتلاقي اللي جاي لك. نعمل ايه؟ ايه هي الحاجات الاوليه كده والبدايات عشان اتعلم يوجا؟ اول حاجه نتعلم ازاي نستعمل جسمنا صح، ازاي نتنفس صح. اغلب الناس بتجيلي اصلا بيقعدوا غلط وبيمشوا غلط وبيقفوا غلط أساساً وبيتنفسوا غلط، تمام؟ من كتر الاسترس والتوتر اللي احنا عايشينه، الناس اللي بتجيلها بعد فتره من الاسترس بانيك اتاك، النفس عندهم بيتغير، بيبقى مضر مش مفيد. يعني لما تقول له خد شهيق ما ياخدش شهيق بحيث ان يملى جسمه بالاكسجين، ده بالعكس، ده بيضغط نفسه وياخد شهيق يقفل الحجاب الحاجز بتاعه ويقفل الرئه بتاعته فما يتنفسش صح. اول حاجه اتعلمها عشان ابقى يوجي اتنفس صح، اكون حاضر في اللحظه اللي انا فيها، تمام؟ ازاي اعمل؟ مش سهل طبعا، ده كلام ممكن يبان ان هو سهل، بس هو ساعه التنفيذ الفعلي، ازاي افصل نفسي واكون موجود دلوقتي، مش بفكر انا عندي obligation او انا عندي التزامات المفروض اعملها، او في حاجات تعدت. يعني في ناس كتير تيجي تنام اليوم بتاعهم يبدا من الاول، يعملوا زي ريكول كده لليوم، يفضلوا انا عملت كذا، فلان قال لي كذا، انا قلت له، اليوم يبدا من اول وجديد. ازاي نعمل ده؟ ازاي نفصل نفسنا؟ اول حاجه نفس صح واسمع لصوت نفسي، يعني اعدل نفسي مثلا شهيق وزفير مثلا 7 مرات او 10 مرات، واحط ايديا على الشست واحط ايدي على بطني علشان احس بحركه النفس في جسمي، فاعرف انا بتنفس صح ولا لا. طبيعي اللي ربنا خلقنا بيه ان انا لما اخد شهيق بطني بتخرج لبره، ليه؟ لان الحجاب الحاجز بيزق كل الاعضاء في البطن لتحت عشان يوسع للرئه فيدخل اكبر كم من الاكسجين، تمام؟ اللي بيحصل ان الناس بتاخد شهيق تلاقي بطنها دخلت لجوه والحجاب الحاجز ضغط على الرئه فما دخلش اكسجين كفايه، فيبدا التوتر يزيد اكتر. فانا لو اتنفست صح هحضر في اللحظه اللي انا فيها، هعرف اركز في نفسي، عرفت اتنفس صح ابدا اوصل نفسي بالواقع اللي انا فيه. ممكن اعد 7 ألوان في المكان اللي انا فيه على ايديا، اعد 7 ألوان، اوكي؟ عديت 7 ألوان، ممكن اعد 7 حاجات في المحيط اللي انا فيه، 7 حاجات في الاوضه حواليا، اوكي؟ عديتهم، ممكن المس 3 حاجات، ممكن المس شعري، المس الحاجه اللي انا قاعده عليها، ممكن المس هدومي. كل دي حاجات بتجذب الوعي للحضور في اللحظه. طيب الفلكسبيليتي بقى خلينا نتكلم عنها، ويمكن هبني على سؤال محمد، انه بعضنا مثلا خلاص احنا عايزين، لو عايزين نبتدي، بس احنا دايما بنقول انه الفلكسبيليتي دي حاجه يا اما انت بتتعلميها من وانت صغيره في جمباز او باليه او في اي رياضه يعني او حتى جيم، لكن دلوقتي خلاص تو ليت. هل دلوقتي في بيجي لك ناس شويه كبار يعني وبتقدري تعلميهم فلكسبيليتي، بيقدروا يعملوا البوزز بشكل صح؟ طبعا انا بيجي لي كل الاعمار، يعني بيجي لي من اول الناس اللي هم الشباب لحد سيدات كبار مثلا في اخر 50 وفي 60. ايوه طبعا ممكن، ما فيش حاجه اسمها انا كان المفروض اتعلم من وانا صغير ودلوقتي خلاص، اتس نيفر تو ليت، ابدا الوقت ما فاتش، ممكن من اي وقت ابدا. يعني انا لما بيجي لي حد كبير مثلا ما قعده على كرسي،
اوكي، وبنبدا نعمل اول حاجه الناس بتفوتها في حياتها، تطويل العمود الفقري. ازاي وانا قاعده ما اقعدش كده اوكي واعمل ضغط على الفقرات بتاعتي، وبالتالي بيحصل للناس الكبيره ايه؟ انت قلتي كده انا وبسنت بدانا ايه نظبط القعده بتاعتنا. بيحصل ايه؟ هتلاقي الاكتاف نزلت لقدام، بقى في زي راوند شولدر، في اكتاف نازله لقدام. لكن انا لما بعلمهم ازاي يظبط النفس مع تطويل العمود الفقري لفوق، ده بيفرق كتير في صحه العمود الفقري. صحيح. بيفرق في شكل الجسم. طبعا. وبيفرق في راحتك انت لنفسك بعد كده. انا بتشوف في ناس كتير بتجيلي، انا حاطه مرايه كبيره كده في استوديو، اول ما بيجوا بديهم تشارت كده بيقعدوا يملوه في اسئله عن نفسهم. ساعات انت بتقلك انك عارف كل حاجه عن نفسك، بس ساعات في اسئله بتخليهم يروحوا يقفوا قدام المرايه عشان يشوفوا نفسهم. عارف كانك لسه بتتعرف على نفسك من اول جديد. بعد ما نخلص الرحله دي بيجوا يبصوا على التشارت دي، ايه ده بجد انا كتبت الكلام ده، وهم نفسهم بيشوفوا نفسهم في مرايه حد تاني. مش بس في فليكسبيليتي، بتفرق في العمود الفقري. جميل. في صحه العمود الفقري. العمود الفقري ده كل حاجه في حياتنا حرفيا. طب هدى، ازاي اليوجا ممكن تعالج بعض الامراض المزمنه؟ في مفهوم اليوجا العلاجيه. بص، اليوجا العلاجيه مبنيه على مصطلح طويل شويه بس هنشرحه. مبنيه على مصطلح طبي اسمه السايكو نيورال اميونولوجي، نفسي عصبي مناعي. اغلب الامراض وبنسبه كبيره جدا بتيجي من المصطلح ده. غالبا بتلاقي اكتر الامراض انتشارا هي الامراض المناعيه. وبالتالي بدا يظهر في الطب طب المناعه. يعني ناس تقعد تتعالج من امراض كتيره قوي وبعدين في الاخر يقول لهم لا روح لدكتور مناعه. الامراض المناعيه دي قايمه على الحاله النفسيه. انا حالتي النفسيه عامله ازاي؟ هل تعرضت لصدمه؟ هل تعرضت لفقد؟ هل تعرضت لشيء؟ هتلاحظ دايما ان اغلب الناس بتبدا امراضهم المزمنه بعد صدمه. صح. بعد فقد، بعد زعل، ايام وسنين مثلا من توتر وقلق. المرض عاده ما هو مرتبط بالنفس، فاذا النفس صحت صح الجهاز العصبي وصح الجهاز المناعي. يعني فرصة حلوة ان احنا كنا في اجازة والنهاردة الجمعة، فالناس بتتفرج علينا دلوقتي وعندهم كده يعني شكوك يروحوا الجيم ولا لا، قوموا روحوا الجيم وشوفوا كلاس اليوجا النهاردة الساعة كام وروحوه. يعني شكرا ليك يا هدى. هدى السروجي مدربة ومعلمة اليوجا، بنشكرك على وجودك معانا، واكيد عندك يوم طويل كده جاي، فحلو انك اديتينا بوزيتيف انرجي على الصبح. نورتينا وشرفتينا.